هذه الظاهرة من الميادين وفي عناوينها. أكثر من 80 قتيلاً و70 جريحاً في مجزرة للتحالف السعودي على سجن لأسرى تابعين له في محافظة ذمار. الموضوع يرتبط بتثبيت معادلات، بتثبيت قواعد اشتباك. السيد نصر الله يؤكد أن إسرائيل ستدفع ثمن اعتدائها على لبنان وأن رد المقاومة محسوم. هنيه في رسالة إلى خامنئي: ثابتون في نهجنا للتواجد في حصن المقاومة إلى جانب كل قوى الحق والعدالة على رأسها إيران. شكرا لدعمكم ووجودكم. نتنياهو في أحدى المدارس الاستيطانية: سنفرض السيادة الإسرائيلية قريبا على المستوطنات كافة. الجيش التركي سيغادر سوريا أراد أم لم يرد. شعبان للميادين: تركيا ستخرج مجبرة من سوريا ولن نسمح بإنشاء منطقة آمنة على الحدود الشمالية. وفي ظاهرة أيضا: سوق العطارين محطة أساسية للعروس التونسية. أهلا بكم. ارتفعت إلى 80 قتيلا و70 جريحا و20 مفقودا حصيلة ضحايا مجزرة التحالف السعودي على سجن الأسرى في ذمار وفق مصادر طبية. رئيس لجنة شؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى أكد أن نصف عدد الأسرى كانت تشملهم صفقة تبادل يجري العمل عليها بجهود محلية. هذا وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القلق من القصف الذي تعرض له السجن في ذمار، مؤكدة أنها كانت تقوم بزيارته بشكل منتظم، مشيرة إلى أن وفدا منها زار السجن لتوفير الرعاية الصحية الطارئة. يأتي ذلك فيما جرى نقل العديد من الجرحى إلى المستشفيات، وقد روى عدد منهم اللحظات الأولى لشن التحالف السعودي غاراته على السجن. والله لا ادري كنا قروس عن احنا شنو نرقد الساعه 12 الان بالليل والطيران قا وقصف ثلاث غيرات مدري اربع مدري ست والله ما لي داري كم منهن الى مدينه ذمار في كل الكليه من احنا 100 نفر داخل العنبر اللي تحت و150 داخل العنبر اللي فوق ورب والله تم زيارنا مرتين الصليب الأحمر تم زيارتنا مرتين. بمصابيحهم الصغيرة يحاول هؤلاء الرجال البحث ولو عن بصيص أمل متجسد بنبض ولو كان متقطعا، إلا أنهم عبثا يحاولون، فنور مصابيحهم خنقته عتمة الموت الذي خطف أرواح أكثر من 50 سجيناً فيما يتخبط نحو 100 آخرين بجراحهم تحت هذه الأنقاض في محافظة ذمار. طيران التحالف شن ما يزيد عن 7 غارات متتالية على كلية المجتمع شمال مدينة ذمار، غارات خلفت انفجارات عنيفة يقول مصدر عسكري. بينما كان السجناء في هذا المبنى بذمار وسط اليمن ينتظرون تنفيذ التحالف بقيادة السعودية لوعده بإطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل، أطلقت طائرات التحالف غاراتها المتتالية وبشكل مباشر على هذا المبنى منتصف ليل أمس. رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبد القادر المرتضى قال إن الأسرى المستهدفين كانوا يقاتلون في جبهات شبوة وتعز والضالع وجبهات الحدود وجبهات أخرى. المرتضى اتهم التحالف بتعمد استهداف مبنى الأسرى في ذمار لإفشال جهود لجان محلية كانت على وشك إنجاز صفقة تبادل للأسرى. الصفقة لم تحصل أو ربما حصلت ولكن بمقاييس التحالف، مقاييس أثبتت سنوات الحرب على اليمن أنها لا تعير الإنسانية ولا قوانينها أي اهتمام ولا تميز بين الحليف والعدو. ولعل هذا المشهد وغيره من المشاهد التي قررنا حجبها عن الشاشة لقسوتها خير دليل.
رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام قال إنه مع هذا الاعتداء يدشن العدوان الأمريكي السعودي العام الهجري الجديد بمجزرة مروعة، ويقدم رسالة لكل اليمنيين: دماؤكم رخيصة في أي اتجاه كنتم. ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى. أهلا ومرحبا بك سيد عبد القادر. بداية أخذ منك تعليقا من جديد حول ما جرى في ذمار هذه المجزرة التي يقول التحالف بأنه استهدف فقط مركزا عسكريا لأنصار الله أو في مقاتلات الدرون، بينما هو فعليا سجن يوجد به أسرى يؤيدون حكومة هادي ويقاتلون كانوا في صفوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم لإتاحة الفرصة لنا للحديث عن هذه المجزرة المروعة البشعة التي ارتكبتها طائرة التحالف ليلة أمس. هذه المجزرة الوحشية كما تشاهدون وكما نقلت عدسات الكاميرات من موقع الحدث ليس موقعا للتدريب ولا للتصنيع، وإنما سجنا لأسرى تابعين لدول التحالف وتابعين للمرتزقة الذين يقاتلون تحت راية التحالف، وهو سجن معروف ومشهور، واللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بزيارته بشكل منتظم كما أعرضوا اليوم في تصريحهم. هذا السجن كان يضم عشرات الأسرى، أكثر من 170 أسيرا تم قصفهم بشكل مباشر ومتعمد، وتم نسف المبنى بالكامل كما تشاهدون عبر الشاشات وعبر الكاميرات التي تنقل من الميدان، وقد راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى، بينما لا زال الكثير منهم لا زالوا تحت الأنقاض إلى هذه اللحظة. حاولت فرق الإنقاذ حتى ظهر هذا اليوم انتشال بقية الجثث، لكن التحليق المستمر للطيران حال دون ذلك. طيب، هل تضع هذه المجزرة في إطار الاختلاف في الاستراتيجية ما بين الإمارات والسعودية وتوسع الهوة ما بين الطرفين؟ هذا محتمل بشكل كبير جدا، خاصة وأن الأسرى الذين كانوا يجمعون في هذا السجن الغالبية العظمى هم من فصيل محدد وبالتحديد من حزب الإصلاح، وكانت هناك تحضير لعملية تبادل مع الحزب في محافظة تعز، أفشلت الصفقة قبل عيد الأضحى، وكانت هناك لجان وساطات محلية تحاول إعادة الكرة مرة أخرى للتوافق حول هذه الصفقة، ولكن كانت طائرات التحالف أسرع إلى ذلك. هذه قد تكون رسالة لأحد أطراف المرتزقة الذين يتحركون تحت ظل التحالف، أيضا قد تكون أيضا رسالة للمرتزقة بشكل عام أنه ممنوع عليهم منعا باتا التحرك بعيدا عن دول التحالف حتى ولو كان في موضع إنساني باحث كملف الأسرى. إذا لم يكن هناك موافقة سعودية إماراتية فإنهم لا يستطيعون تنفيذ أي صفقة، وإذا حاولوا أن ينفذوا أي شيء أو أن يتجاربوا معنا في أي ملف من الملفات تكون هذا هو الرد من دول التحالف من السعودية والإمارات كما شاهدناه بالأمس. لكن أيضا أقصد بسؤالي، هناك من يقول بأنه كل هذا إنجازنا التعبير أن نسميه ما بدأ بملامح صراع معين في الجنوب اليمني ما بين السعودية والإمارات واختلاف في إطار انهيار هذا التحالف الاستراتيجي ما بينهما في موضوع اليمن. يقال بأنه السعودية قصدت بأن تقصف هذا السجن لأنه في ميليشيات تابعة أو تأتمر بأمر الإمارات. نحن لا نستبعد ذلك، وهذا محتمل بشكل كبير جدا أن تكون هي الطائرات الإماراتية التي قصفت السجن، لأن كما أسلفت لأن الكثير أو العشرات الأغلبية العظمى من السجناء الموجودين والأسرى الموجودين في هذا السجن هم يتبعون حزب الإصلاح الذي تصنفه الإمارات بأنه حزب إرهابي، وقد تكون هذه من يعني عملية ضمن العمليات التصفيات بين طرفي التحالف. نحن لا نستبعد ذلك، وهذا محتمل بشكل كبير جدا، وقد حدثت هذه مثل هذه المجزرة سابقا في صنعاء في أحد السجون التي كانت مخصصة للأسرى، وكان أغلب الأسرى الموجودين فيها أيضا من حزب الإصلاح، وقصفتها الطائرات الإماراتية. طيب، في أكثر من 8 غارات وراح فيها العشرات من القتلى. طيب سيد عبد القادر، ما هي مصلحة التحالف برأيكم الآن بإفشال صفقة التبادل؟
طبعا التحالف لا يريد أي تجارب فيما بيننا وبين الأطراف اليمنية المقاتلين تحت راية التحالف، لأنهم يروا أن أي تجارب حتى ولو كان في ملف الأسرى فإنه قد يسوق إلى مفاهمات أكثر من ذلك وتجاربات أكثر من ذلك، وهم مصلحة دول العدوان ودول الاحتلال هي في تفرق اليمنيين لا في اجتماعهم، في اختلافهم لا في توافقهم. طيب حتى هذه الساعة المعلومات حول من هم لا يزالون تحت الأنقاض، الحصيلة إلى ارتفاع أم أنه حددت الحصيلة فعليا؟ لا، إلى الآن تم انتشال أكثر من 80 جثة، كما أن هناك أكثر من 50 جريح، الغالبية العظمى منهم إصاباتهم خطيرة جدا، بينما لا زالت عشرات الجثث تحت الأنقاض. حتى هذه اللحظة لم تستطع فرق الإنقاذ إلى الآن انتشال بقية الجثث نظرا للتحليق المستمر للطيران. نعم، شكرا جزيلا لك عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، كنت معنا مباشرة من هناك. المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة صنعاء يوسف الحاضري كان قد قال في نشرة سابقة على الميادين إن قصف التحالف السعودي لسجن الأسرى التابعين له هو جريمة حرب، وأكد الحاضري أن سجن الأسرى في ذمار ليس موقعا سريا، مشيرا إلى أن التحالف يعرف ذلك جيدا. أو جريمة بمعنى بكل ما تعنيها الكلمة، حتى الآن وصفتها صليب الأحمر التي دائما تذهب وتأتي إلى هذه السجون لتراقب أحوال السجناء وتعطيهم بعض المساعدات كالمساعدة الإيوائية والمساعدة الغذائية. ليس سجن سري وليس يحتوي مساجين سريين، معروف لدى الصليب الأحمر، معروف لدى الأمم المتحدة، معروف لدى منظمات الأمم المتحدة كما معلوماتي منبثقة من معلومات رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، لأن هناك تقريبا 80 تبادل 80 أسير ما بين الطرفين، فكانت هناك تجارب إلى حد كبير، فجاء هذه الجريمة التي تقوض هذا التبادل وهذا التحرك وهذا التجارب. في المواقف دانت وزارة الخارجية الإيرانية قصف الطائرات السعودية سجن الأسرى في محافظة ذمار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي وصف القصف بجريمة الحرب الأحدث للائتلاف الذي تقوده السعودية في اليمن. موسوي قال إن هذه الجريمة ترتكب بأسلحة أمريكية وبعض الدول الغربية. في سياق متصل، تسلم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أوراق اعتماد السفير اليمني الجديد لدى طهران إبراهيم الديلمي، وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد في مقر وزارة الخارجية الإيرانية بحضور عدد من أركان الوزارة. وإلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن رد المقاومة على الاعتداء الإسرائيلي على لبنان محسوم، وأن القرار حول حجم الرد وتوقيته واستهدافه رهن بالمقاومين في الميدان. طبعا دواء والتواد هذا شيء محسوم، وأنا بعتقد من خلال كل اللي يعني حتى الخصوم حتى الأعداء حتى بالوضع الدولي بالوضع الإقليمي خلال الأيام الماضية اللي كانوا عم يحكوا مع مسؤولين بالدولة أو عم يبعتونا لإلنا، الكل بيقول بنتفهم أنه أنتم محتاجين تودوا، أنتم معنيين تودوا، لكن يا أخي إذا فيكم ما تودوا بيكون أحسن، وإذا فيكم لابد بدكم تودوا يعني زبطوها. كل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة. السيد نصر الله أوضح أن حتمية الرد لا تنبع من مبدأ رد الاعتبار بل لوضع معادلات تحمي لبنان. موضوع بالنسبة لنا مو موضوع يعني رد اعتبار، وإنما الموضوع يرتبط بتثبيت معادلات، بتثبيت قواعد اشتباك، بتثبيت منطق الحماية للبلد. الأمين العام لحزب الله قال إن لدى المقاومة ما يكفي من الصواريخ الدقيقة لكن ليس لديها مصانع لها، ولفت إلى أن كلام الإسرائيليين عن مصانع يأتي في سياق إيجاد ذرائع لتنفيذ اعتداء على لبنان. نحن لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا، لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا،
وليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة. وأنا عندما أنفي هذا الأمر نفيا قاطعا لا يمكن أن أعرض المصداقية، أنا لا أتحدث عن مصداقيتي كشخص وإنما عن مصداقية حزب الله، عن مصداقية المقاومة المتراكمة منذ 37 سنة. لو كان لدينا مصانع صواريخ دقيقة سأقول ذلك بكل فخر وبشكل معلن وبكل اعتزاز، لأنه هاي من عناصر القوة، من إمكانيات القوة. هلأ ليش نتنياهو بده يعمل هاي الشماعة؟ يريد أن يبحث عن حجة للاعتداء. تابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية خطاب السيد نصر الله الذي ألقاه عشية الأول من محرم في ظل ترقب رد حزب الله على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. هيثم عباني. حظيت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي ألقاها في الليلة الأولى من شهر محرم بتغطية إعلامية واسعة، وقد واكبتها المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ونقلت كل المواقف المرتبطة بالمواجهة مع إسرائيل وما تضمنته من رسائل أراد نصر الله إيصالها إلى المستويات الإسرائيلية كافة. القنوات التلفزيونية التي تزامنت نشراتها الإخبارية المسائية مع بدء كلمة نصر الله بثت مقاطع من هذه الكلمة بالصوت والصورة، فيما بث عدد من هذه القنوات من بينها قناة كان مقطعا من الكلمة مباشرة تولى مراسلها للشؤون العربية ترجمته. ننضم الآن ببث مباشر إلى خطاب نصر الله في هذه الأثناء في لبنان. جال برجر تعرض علينا الأمور الأساسية. نصر الله يتكلم في أول خطبة له ضمن إطار ذكرى عاشوراء مستعرضا عدة عناوين. قبل كل شيء عاد وأكد أن لا مصانع لدقة الصواريخ في لبنان، حتى الموقع الذي هجم هو ليس موقع مصنعا لدقة الصواريخ كما يدعون في إسرائيل. والجملة الثانية المهمة لنصر الله في هذا الخطاب هي أن الرد يمكن أن يحصل من داخل لبنان، من أي نقطة على طول الحدود اللبنانية، وأيضا من مزارع شبعة. نصر الله عاد وكرر أن الرد سيحصل، متى؟ هذا قرار حزب الله. إسرائيل التي أنصتت لكل كلمة قالها السيد نصر الله في كلمته، قال معلقون فيها إنه لا يجب الاستخفاف بما يقوله. ننصت إلى ما يقوله نصر الله ونأخذ ما يقوله بجدية، لا مكان لعدم الاكتراث أو الاستخفاف. هو يستفيد جدا من التوتر الذي نمر به، وهو سيحاول تمديد فترة التوتر هذه، وبحسب تقديري سيقوم بفعل أمر ما في مرحلة معينة. معلقون إسرائيليون كانوا قد أكدوا أن نصر الله خبير بعملية اتخاذ القرارات في إسرائيل وملم بالتصدعات والانقسامات في المجتمع الإسرائيلي. على الحدود اللبنانية الفلسطينية أفاد مراسل الميادين بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بالقذائف المزارع المحتلة في جبل الروس وتلال كفر شوبة. هذا وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه أن طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت وخرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة وألقت مواد حارقة على أحراج السنديان ما أدى إلى نشوب بحريق، وأكدت أنه تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ومن الحدود اللبنانية الفلسطينية ينضم إلينا مراسل الميادين عباس الصباغ. عباس مرحبا بك، لو تصف لنا ماذا ترصد الآن فعليا على الحدود اللبنانية الفلسطينية وماذا عن الخرق الإسرائيلي الجديد؟ نعم فتون، بطبيعة الحال الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بات الحديث عنها يعني يتكرر ولا جديد في المشهد الذي بات عنوانه الأساسي أن الجنود الإسرائيليين غائبون بشكل كامل، لا دوريات، لا تفقد للسياج الحدودي. نحن هنا في خراج بلدة بليدة، يعني ضمن النطاق الإداري لبلدة مرجعيون، وطبيعة الحال هذه من القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة. يعني في هذه المنطقة نرى بأن هذه أو هذه الطريق العسكرية
نصفها من الاسفلت والنصف الاخر من يعني الرمل. طبعا هذا يوضع حتى يتبين لجنود اسرائيل ماذا كان هناك اجتياز للحدود واثار على هذه الطريق. هذه عاده كانت يعني جنود الاحتلال يتفقدون هذه الطريق بشكل دوري وبشكل دائم ويجولون على طول هذه الطريق الممتده على طول الحدود هنا في هذه المنطقه الحدوديه. بطبيعه الحال يعني الحقول اللبنانيين الحقول الزراعيه هي ملاصقه تقريبا للحدود للشريط الحدودي. يعني الان في هذه الايام هي موسم زراعه وقطاف التبغ والاعمال تسير كالمعتاد هنا. وهنا موقع عسكري اسرائيلي يعني الدشم الموجوده فيه عادة كان يعني يرابط فيها الجنود الإسرائيليون، لكن نحن نتحدث بعد قليل ندخل في الأسبوع الثاني لهذا الغياب الإسرائيلي عن هذه المواقع. فقط جنود الاحتلال يكتفون بكاميرات مراقبة نرى بعدسة الزميل سليم ناصر الدين، يعني هذا البرج عليه كاميرات مراقبة. نتحدث عن هذه الكاميرات لأنه كلما وصلنا إلى قبالة موقع عسكري إسرائيلي يعني المرة الثالثة هذا اليوم، يعني لا تمر بضع دقائق حتى تحضر دورية لليونيفيل لقوات الطوارئ الدولية وتبدأ بالأسئلة، لماذا أنتم هنا؟ هل لاحظتم شيئا غريبا؟ ماذا يحدث؟ فبطبيعة الحال نقول لهم بأن يجب علينا أن نسألكم ماذا يحدث بظل الخروقات الإسرائيلية والخرق الذي تحدثت عنه قبل قليل، وهو الخرق الأول باستعمال يعني الجيش العدو أو جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مزارع شبعة والمناطق اللبنانية، وهذا يعتبر الخرق الأول منذ يعني الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في ليل السبت الأحد الماضيين. دوريات اليونيفيل يعني تستمر في هذه المنطقة، الجيش اللبناني أيضا يؤازر هذه الدوريات، وبطبيعة الحال يعني هذه الدوريات فقط تسجل ما يسمي الخروقات. في ارتفاع لوتيرة هذه الدوريات؟ يعني اكثر من عدد يعني قبل قرابه يعني ساعتين ونصف الساعه نعم كان هنا كنا في موقع قبله مستعمره ايفيفيم، يعني حضرت ملالتان لليونيفيل وايضا اليه عسكريه للمراقبين واليه عسكريه لما يسمى الارتباط، اي الارتباط بين اليونيفيل والجيش اللبناني. الارتفاع بمعنى بان مثل هذه الدوريات المؤلله لم تكن يعني تمر على الحدود او تجوب الحدود، كانت هذه الدوريات تمر بشكل روتيني في الاحياء احياء القرى الحدوديه، لكن ما لاحظناه بان الجنود على هذه الملالات يرتدون الخوذ والسترات الواقية من الرصاص، بمعنى بأن هناك تدبير عسكري يعني قد تم اتخاذه في هذه الأيام. عادة لا تكون هذه التدابير أو هذه الاحتياطات منتخذة من قبل جنود اليونيفيل، لم نشاهدهم أبدا في الجنوب اللبناني على الحدود يرتدون بهذه يعني الخوذ، بمعنى أن هناك تدبير عسكري لدرجة عالية من التأهب. لكن فقط أشير أيضا إلى طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تبارح الأجواء، الآن في إحدى الطائرات لا تزال هنا في أجواء هذه المنطقة، وبطبيعة الحال سنتابع جولتنا على هذه الحدود وصولا إلى منطقة يعني القريبة من أشكرك كفر عباس كلا أو الصباغ مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من الحدود اللبنانية الفلسطينية. في فلسطين المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من مدن الضفة المحتلة بينهم المحاضرة في جامعة بيرزيت وداد البرغوثي. جنود الاحتلال اقتحموا البلدة شمال رام الله، ويشار إلى أن البرغوثي هي والدة الأسيرين قسام البرغوثي الذي اعتقل قبل عدة أيام من منزله، وكرمل البرغوثي الذي تم اعتقاله مساء أمس السبت على حاجز عسكري أثناء عودته من مدينة الخليل. بالتوازي دهم الجنود الإسرائيليون منزل الشيخ المحرر عمر البرغوثي والد الشهيد صالح والأسير عاصم. من رام الله ينضم إلينا زوج المعتقلة الدكتورة وداد البرغوثي عبد الكريم البرغوثي، أهلا ومرحبا بك سيد عبد الكريم. إذن اعتقالات بالجملة لعائلة البرغوثي، نفهم ما الذي يحدث لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا يعني الاعتقالات لحد الكيت يعني ما بتلاقي لهاش تفسير إلا إنها بتدلل على وحشية الاحتلال وتخبطه في منع رفض الشعب الفلسطيني للاحتلال بكل المقاييس.
نعم. طيب سيد عبد الكريم، يعني قبل أسبوع اعتقل أحد أولادك، ومن بعدها أمس السبت اعتقل ولد آخر وهو كرمل، اليوم الدكتورة وداد تعتقل وهي يعني كما نعلم عمرها 61 عاما، ما هي الأسباب التي يسوقها الاحتلال يعني عندما يقوم بهذه العمليات؟ ماذا يقول لكم؟ ماذا قال لكم؟ الاحتلال لم يتكلم معنا ولم يبدي لنا أي أسباب للاعتقالات التي تمت، حتى اعتقال الابن قسام تم اعتقاله بوحشية و فلتوا الكلاب عليه، أطلقوا الكلب عليه ليعض جسمه وليفقد الوعي أثناء اعتقاله، وأسمعونا من الكلام والتهديد الكثير لأمه ولي، حيث كانوا يقولون ابنكم مش مربى، احنا بدنا نربيه، آخر مرة بتسمعوا صوته، يعني رايحين تسمعوا شيء كثير، وأنا رأيته يعني تقريبا فاقد الوعي. لماذا كان فاقد الوعي؟ كان يضرب بشدة؟ أطلقوا الكلب عليه، عضه وضربوه بشدة، وحققوا معه تحقيق ميداني حوالي 3 ساعات وربع. تحقيق ميداني على الأرض يعني هم ويعتقلوه كانوا يسألوه تحت الضرب وتحت التهديد بالكلب. نعم وعلى ما سامعنا، وكانوا كل ما اعتقدوا أننا نسمع ينقلونا من محل لمحل في البيت ثم خارج البيت. طب ماذا كانوا يسألونه؟ ماذا سمعتم من أسئلة كانوا يسألونها له؟ لم نتمكن من سماع أي أسئلة له. طيب هذا ما حصل مع قسام في الأسبوع الماضي. بالأمس نعم. ماذا حصل مع ابنك الثاني كرمل؟ بالأمس كان كرمل عائد من حضور عرس لأنسبائه في الخليل، وعلى الطريق توقفت أوقفوا السيارة التي يسوقها أو يقودها، ودون أن يسألوه عن اسمه أو عن هويته أنزلوه من السيارة، ثم عصبوا عينيه ووضعوا الكلبشات في يديه، وقالوا لزوجته أو سألوا زوجته إن كان بإمكانها أن تقود السيارة أو لا، فبكى طفله، فطلب الضابط أن يحمل الطفل، قالت له أمه طفلي يريد أباه لا يريد أن يحمله أحد. واقتادوه من دون أي كلمة، لم تفهموا أي شيء يعني لماذا اقتادوه؟ لم يقولوا لنا أي شيء ولم نفهم أي شيء. والوالدة اليوم لماذا اعتقلوها؟ كيف اعتقلوها؟ ما الذي حدث معها للسيدة وداد دكتورة وداد؟ تركوا بعد ذلك يعني كرمل تم اعتقاله حوالي 10:30 ليلا، على الساعة 3:15 تقريبا فجرا، بينما كنا نتساءل ما الذي حصل مع كرمل، فإذا بالباب يطرق طرقا كبيرا، وفتحنا الباب، دخل الجنود المنزل ثم فتشوا، بدأوا بالتفتيش، ثم ادعوا أو مثلوا أنهم هادئون على عكس ما تم في اعتقال قسام، ثم طلبوا من الدكتورة وداد البرغوثي أن تجهز الأدوية التي تأخذها حيث تعاني من السكري والضغط، ثم قالوا لنا أن بإمكانكم أن تودعوا وتسلموا على بعض، وأنه يعني إحنا ما خربناش في البيت وما عملناش أي إشي للتخريب،
لماذا هذا الاعتقال لا ندري، لماذا كانوا يصوروننا في أنحاء البيت؟ نعم كانوا يصورونكم بأنحاء البيت وهم نعم يقومون نعم بعملية كانوا يطلبون منا، كان يطلب منا الضابط قف على الشباك فيصور، قف عند الخزانة فيصور، اجلس على التخت فيصور. لماذا هذا التصوير لا ندري. صوروك أيضا؟ أنا صوروني وصوروا الدكتورة وداد. طيب الدكتورة وداد ولداكما الاثنين اقتيدوا إلى ذات المعتقل، نفس المعتقل، تعرف بأي معتقل هم؟ قسام هو في سجن المسكوبية، معتقل المسكوبية حسب ما أبلغنا المحامي. تم طلب تمديد له 15 يوما دون أن يتمكن المحامي من الحديث معه. كرمل اعتقلوه، قضى ليلة في عطسيون ثم نقلوه إلى المسكوبية. غدا هنالك محكمة تمديد لكرمل. إن كرمل حسب ما قيل لنا أنهم يحققون معها على منشورات على الفيسبوك. منشورات على الفيسبوك. طيب ما هي الخطوات أخيرا، يعني أسألك ما هي الخطوات التي ستقومون بها أنتم والمحامون في إطار هذه الاعتقالات للأسرة؟ بالتأكيد نحن يعني نستنكر هذه الاعتقالات، والمحامون مشكورون تقدموا بطلب إخلاء سبيل الدكتورة وداد، وطلبوا حضور محكمة كرمل وحضور محكمة قسام. هذا كل ما طلب حتى الآن. نعم أشكرك كل الشكر السيد عبد الكريم البرغوثي زوج المعتقلة وداد البرغوثي ووالد المعتقلين أيضا كرمل وقسام، كنت معنا مباشرة من رام الله. وعلى خط آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعلن السيادة الإسرائيلية قريبا على المستوطنات كافة في الضفة الغربية، وخلال افتتاح العام الدراسي في مستوطنة ألكانا التي يستكمل بناؤها. قال نتنياهو إن المستوطنات باقية وهي جزء من دولة إسرائيل على حد تعبيره. نحن نبني هنا منازل جديدة في البيت القديم، فهذه الأرض هي البيت القديم الأصلي لشعب إسرائيل، ونحن سنبني مستوطنة أخرى هنا. لن نقتلع أي أحد من هنا، لن يكون هناك إخلاءات جديدة. نحن سنفرض السيادة اليهودية على كل المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وكجزء من دولة إسرائيل. وعلى خط آخر، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي شكره فيها على الدعم الذي تقدمه للمقاومة. هنية قال في رسالته إلى السيد خامنئي إن وفد حماس الذي زار إيران أطلعها على الدعم الخاص والشامل الذي يتم تقديمه للمقاومة الفلسطينية، وأيضا الاستعداد لتجهيزها بكل ما تحتاج إليه لأداء واجب المقاومة، مضيفا أن هذا الكلام يفتح أمامنا آفاقا واسعة وسيكون له تأثير كبير على الصعود الاستراتيجي والميدانية مع العدو الصهيوني. قال هنية في رسالته: نعلن عن نهجنا الثابت للتواجد في حصن المقاومة إلى جانب كل قوى الحق والعدالة وعلى رأسها إيران حتى تحقيق النصر النهائي. خاتما الرسالة بالقول: نشكر الله على وجودكم ونطلب منه أن يرزقكم بأنعامه ويبعدكم عن حيل الأعداء المستبدين والظلمة. في إيران أزاحت اليوم الستار، بل أزيحت الستار عن الطائرة المسيرة العسكرية الجديدة كيان. قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش العميد علي رضا الصباحي فرد أوضح أن المسيرة الجديدة قادرة على تنفيذ مهمات دقيقة في أماكن بعيدة عن إيران، وهي تتميز بسرعتها العالية وقدرتها على ملاحقة الهدف والتعرف عليه والطيران المستمر لفترة طويلة. أوضح أنه تم تصميمها لتنفيذ مهمات دقيقة.
لوح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده ستنفذ المرحلة الثالثة من إجراءات تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي إذا لم تلتزم أوروبا بتعهداتها. وفي اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي مانويل ماكرون، قال روحاني إن تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وأمن الملاحة في كل الممرات المائية هدفان أساسيان. أما ماكرون فأكد أن استمرار الحوار وحل المشكلات عبر التفاوض قرار صائب. هذا ومن المقرر أن يزور وفد إيراني باريس غدا الاثنين لبحث حزمة مقترحات فرنسية بصدد الاتفاق النووي والعقوبات المفروضة على طهران. يترأس الوفد مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي. يضم الوفد السياسي الاقتصادي ممثلين عن وزارة النفط والبنك المركزي الإيراني. عراقجي كان قد قال إنه إذا كان الأوروبيون وبقية أعضاء الاتفاق النووي يرغبون في عودة إيران إلى التنفيذ الكامل للاتفاق، فيجب عليهم تلبية مطالبها بشأن بيع النفط. مستمرون بتقديم الظهيرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. بدء جولة جديدة من الحرب التجارية بين الصين وأمريكا. من جديد مرحبا بكم. اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأمريكية بانتهاك جميع الاتفاقات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، وذلك بعد قصفها من قبل هذه القوات من دون إخطار روسيا أو تركيا بذلك. وأشار مركز المصالحة الروسي إلى أنه في الوقت الذي التزم فيه الجيش السوري بوقف إطلاق النار، شنت الولايات المتحدة غارة جوية على المنطقة الواقعة بين مستوطنتي معرة مصرين وكفر هي في محافظة إدلب. وكان قد قتل 45 عنصرا من تنظيم حراس الدين بقصف صاروخي. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنه استهدف موقعا لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة. هذا ويتواصل وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لليوم الثاني، وقد وردت مشاهد لانتشار الجيش السوري بمعداته وجنوده في بلدة التمانع الاستراتيجية التي استعادها قبل أيام بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين. المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بوثينة شعبان أكدت أن الجيش التركي سيكون مجبرا على مغادرة الأراضي السورية التي يحتلها، وقالت في مقابلة مع الميادين إن للرئيس رجب طيب أردوغان أطماعا في العراق وسوريا وله علاقات مع المجموعات الإرهابية على الأرض. الجيش التركي سيغادر سوريا أراد أم لم يرد، لأن الشعب السوري والجيش السوري سوف يحرر سوريا من الجيش التركي ومن الجيش الأمريكي ومن الإرهابيين، ولن يكون الأمر عائدا له ليغادر، سوف يغادر مجبرا الأراضي السورية حكما. يعني القرار ليس لهم؟ لا ليس لهم طبعا، القرار لنا نحن الذين سوف نحرر أرضنا منهم. شعبان أكدت أن دمشق لن تسمح ببقاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري. التحدث عن إنشاء منطقة آمنة ما كما يسمونها، هي ليست آمنة وإنما هي منطقة احتلال لتركيا وأمريكا، هذا بحد ذاته هو عدوان على الجمهورية العربية السورية. ما أود أن أقوله هو أننا لن نسمح ببقاء أي اتفاق على أرضنا نعتبره عدوانا على أرضنا. وأنا لا أقول أن هذا سوف يحدث غدا أو بعد غد، ولكن أنا أتحدث عن استراتيجية السيد الرئيس بشار الأسد. وإلى تونس، حيث أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أسماء 26 مرشحا قبلت ملفاتهم لخوض السباق للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 من الشهر الجاري. المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 عددهم 26. مادام ما فماش حكم قضائي يحرم شخص من أنه يترشح فإنه عنده الحق يترشح، واللي ترشحوا عنا 26 يتمتعوا بكل حقوقهم
للترشح للانتخابات الرئاسية، وتلاحظوا أنه تم إدراجهم بالقائمة الأولية، واليوم تم الإعلان على أنهم مترشحين بصورة نهائية. الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية قد انطلقت اليوم 31 أوت بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، وتنطلق يوم الاثنين 2 سبتمبر بالنسبة للتونسيين ككل بداخل الجمهورية. من العاصمة التونسية ينضم إلينا مراسل الميادين مراد الدلنسي. أهلا ومرحبا بك مراد. إذن أعلنت الأسماء المقبولة وبعض المرشحين توجهوا إلى الخارج، فرنسا وإيطاليا، لمحاكاة أيضا الجاليات التونسية الموجودة في هذه البلدان. نفهم منك أبرز التطورات. نعم، بالنسبة للحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج انطلقت يوم أمس. بالفعل هناك مرشحين فقط أعلنا أنهما سيبدأان هذه الحملة من الخارج في موعدها، هما عبد الفتاح مورو والذي كان له اجتماع البارحة بأنصاره، وكذلك يوسف الشهد كان له اجتماع في مدينة ليون الفرنسية. بقية المرشحين لم يعلنوا بعد متى سيتواصلون مع بالخارج. فقط بعض الأرقام، هناك حوالي 400 ألف تونسي مسجل في الخارج، أغلبهم في إيطاليا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية، وكذلك بضعة ألاف في الدول العربية، ولكن أغلب التونسيين المسجلين هم في دائرة فرنسا واحد وفرنسا اثنين. كذلك بقية المترشحين هم بصدد التحضير سويعات قليلة قبل بداية الحملة الانتخابية في الداخل. عدد منهم أعلن عن مكان انطلاق حملة الانتخابية. نحن نعلم أنه في بعض الأحيان عدد من المترشحين يعلنون عن مدن بعينها لإطلاق الحملة الانتخابية. مثلا هناك غدا في مدينة صفاقس، المدينة الثانية في البلاد، المنصف المرزوقي وعبد الفتاح مورو أعلنا أنهما سيبدأان حملتهم الانتخابية من هناك. نبيل القروي رغم أنه في السجن إلا أن القائمين على حملته سيبدأون غدا من مدينة قفصة. كذلك لطفي المرايحي من مدنين، ومحمد عبو سيفتتح حملته الانتخابية من مدينة القيروان. إذن كل المترشحين يعدون العدة سويعات وتنطلق الحملة الانتخابية. هيئة الانتخابات بالتوازي مع ذلك تحذر من استعمال المال السياسي، تؤكد على حياد الإعلام وحياد المساجد والإشهار السياسي الذي هو ممنوع في تونس. كل الجهات تعد العدة لانطلاق الحملة الانتخابية. نعم، أشكر كل الشكر على هذه المعطيات التي قدمتها لنا مراد الدلنسي مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من تونس. سوق العطارين في المدينة العتيقة بتونس يعد من أشهر الأسواق لتجهيز العروس التونسية لليلة الحنة والزفاف. مفادة الميادين مريم عثمان زارت هذا السوق وعادت بهذا التقرير. يقولون لا وجع كوجع الضرس ولا هم كهم العرس، إلا أن هم العروس التونسية يزول لدى مرورها بهذا الشارع. فسوق العطارين بتونس كفيل بتأمين كل مستلزماتها على أكمل وجه وبسعر زهيد. تنهمك العروس التونسية في التحضير لليلتها المميزة، تدخل من متجر إلى آخر علها تجد كل احتياجاتها اللازمة لاستكمال زفافها وفق العادات التونسية الأصيلة، من القفة الصافية أو العليقة التي يشتريها العريس لعروسه قبل ليلة الحنة، إلى كف الحنة والبخور والعطورات والحلويات والشمع والمشط، كلها تمثل أساسيات جهاز العروس التونسية. ثبت نتاع الحنة بما فيه يعني المخدة، شكاير اليدين، شكاير الساقين، فيه الصحن نتاع الحنة، فيه الشمعة، فيه بكو الحنة، فيه بكو القطن، وتشري العلاقة، احنا نقولوا قفة العروسة العلاقة، وتشري السبت نتاع الحلويات الدراجي، وتشري السربيس نتاع الكيسين كوبيت. كل عروس تونسية مرت من هنا، كيف لا والسوق الأشهر في المدينة العتيقة يوفر لها كل أنواع العطورات الضرورية لليلة الحنة والزفاف معا، من فل وعنبر وياسمين، فضلا عن البخور والفاسوخ الذي يبعد العين والسحر.
بدون العادات والتقاليد هذيك اللي تشتريها معناتها من سوق العطارين ما يكونش فما زواج، لانه فما حاجه مرحله وراء مرحله وراء مرحله، ولا بد انها تشتري معناتها الاغراض القديمه التونسيه. 7 قرون مضت على سوق العطارين وما زال مقصد كل عروس تونسية، فهي تتمسك بعادات بلادها ولا تتخلى عنها وتحافظ على أصالتها حتى في أدق التفاصيل. مريم عثمان، تونس، الميادين. بدأت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على السلع، وذلك في أحدث جولة من التصعيد في الحرب التجارية بينهما. وقد فرضت بكين رسوما تبلغ 5% على النفط الخام الأمريكي، إضافة إلى سلع أمريكية أخرى لم تحدد نسبة الرسوم عليها. ومن جانبها أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستفرض رسوما نسبتها 15% على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار. ختام هذه الظهيرة مع هواية غريبة تمارس في السلفادور رغم خطورتها، وهي التقاذف بالكرات المشتعلة فيما يسمى بمهرجان الكرات النارية. المشاركون انقسموا إلى فريقين وأطلقوا كرات من الأقمشة المبللة بالوقود والمشتعلة. هذا المهرجان السنوي انطلق قبل 97 عاما عقب ثوران بركان سان سلفادور. الكرات النارية ترمز إلى الحمم البركانية. إلى العناوين. أكثر من 80 قتيلا و70 جريحا في مجزرة التحالف السعودي على سجن لأسرى تابعين له في محافظة ذمار. الموضوع يرتبط بتثبيت معادلات، بتثبيت قواعد اشتباك. السيد نصر الله يؤكد أن إسرائيل ستدفع ثمن اعتدائها على لبنان وأن رد المقاومة محسوم. هنية في رسالة إلى خامنئي: ثابتون في نهجنا للتواجد في حصن المقاومة إلى جانب كل قوى الحق والعدالة على رأسها إيران، شكرا لدعمكم ووجودكم. نتنياهو في إحدى المدارس الاستيطانية: سنفرض السيادة الإسرائيلية قريبا على المستوطنات كافة. الجيش التركي سيغادر سوريا أراد أم لم يرد؟ شعبان الميادين: تركيا ستخرج مجبرة من سوريا ولن نسمح بإنشاء منطقة آمنة على الحدود الشمالية. كان في الظهيرة أيضا: سوق العطارين محطة أساسية للعروس التونسية. لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.